محاولة نتنياهو وجيش المهزوم تصوير توغل دباباتهم واقتحام جيشه المهزوم مستشفى الشفاء كأنه إنجاز مراهقة سياسية ومسرحية مكشوفة لن تنطلي على أحد ولن يصدقها أحد. فالشفاء مستشفى عمره أكبر من عمر الاحتلال، وهو يأوي مرضى ومصابين وأطباء وممرضين، كما يأوي نازحين من الأطفال والنساء وكبار السن. ووصول دبابات الاحتلال إلى الشفاء ليس إنجازا، فالشفاء مرفق مدني طبي وليس ثكنة عسكرية، ومحاولة نتنياهو وجيشه تصوير ذلك كإنجاز أو انتصار يعبر عن الفشل والارتباك وعمق الهزيمة التي تكبدوها. انضمام البيت الأبيض والبنتاغون إلى حملة الأكاذيب الصهيونية عن استخدام الشفاء من قبل المقاومة يجعل الرئيس الأمريكي بايدن شريكا كاملا مع الاحتلال في هذه الجريمة وفي حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني. اقتحامهم مستشفى الشفاء يعني أنهم غاصوا أكثر وأكثر في مستنقع غزة، وتهيئت فرص أكبر لأبطال القسام لاستهدافهم وتكبيدهم مزيدا من الخسائر.